نشكر قناة ميسات ونشكر نيافة الحبر الجليل سيدنا الأنبا أرميا وكل الأخوة المخرجين والعاملين وإدارة قناة ميسات، كل سنة وطيبين. بحب أهني قناة ميسات إن هي بقالها 9 سنين وقبل سنين كتيرة تقدر تقدم فيهم دايما حاجات مثمرة. وكل سنة وأنتم طيبين. كل سنة وأنتم طيبين قناة ميسات، ونشكر ربنا إن أنتم معانا وتعيشوا كل سنة. ونشكر قناة مرموس. ألف مبروك ونهني قناة ميسات بعدها 9، نتمنى استمرار الازدهار والنمو وتفرح الجيزة كلها ونفرح بيها وتنور لنا بيوتنا كلها بالبرامج الجميلة والدراسات الجميلة والآباء الحلوين اللي بيجي. كل سنة وميسات طيبة. بمناسبة مرور 9 سنين عليها، قناة ميسات حلوة وبنشوف عليها حاجات كتيرة الصبح وعلى مدار اليوم بتخلينا ان احنا قادرين نتابع اللي بيحصل بالذات في الكنيسة، وبنسمع صلوات وحاجات برامج حلوة. ربنا يبارك في الخدمة ودايما في تطور. كل سنة وانت طيبة يا ميسات.